رحلات جاليفر. كان جاليفر طبيباً يحب السفر عن طريق البحر. ذات مرة، عندما كان على متن سفينة تسمى الظباء، اندلعت عاصفة رهيبة. اصطدمت السفينة بالصخور وذهبت إلى القاع. لكن نظراً لكونه سباحاً جيداً، فقد جاء جاليفر إلى الشاطئ بأمان. منهكاً، استلقى على رمال الشاطئ ونام على الفور. عندما استيقظ، كان مقيداً ومسمراً على الأرض، غير قادر على تحريك رأسه أو يديه أو قدميه. ثم رأى حشداً من الرجال الصغار يتجولون حول جسده، ليس أطول من كف. وبغض النظر عن مدى صعوبة محاولتهم التحدث إليه، إلا أنهم ما زالوا غير قادرين، لأن جاليفر لم يفهم كلامهم وسلامهم. عند وصوله على عجل، أمر ملك تلك الأرض الرجال الصغار بإحضار الطعام، ورفع المنصة للوصول إلى فم العملاق. عندما وصل الطعام، تم حمله في عدة عربات، اتضح أن سلة مليئة بالخبز وأخرى مليئة بقطع اللحم بالكاد يمكن أن تصل إلى جاليفر العملاق على طاولة. لكن بعد عدة عمليات نقل، تمكن الرجال الصغار من إشباعه. في إحدى الليالي، بينما كان جاليفر نائماً، أخذه عدة رجال صغار إلى مدينتهم، حاملين إياه على عربة ضخمة، صنعوها وسحبها عدد كبير من الخيول الباطلة. بمجرد الوصول إلى هناك، غادر الرجال الصغار جاليفر بجوار مبنى ضخم كان سيحل محل منزله. على الرغم من أنه كان ضخماً بالنسبة للرجال الصغار، إلا أن هذا المبنى كان صغيراً جداً بالنسبة لجاليفر، الذي اضطر إلى التسلل والزحف على أطرافه الأربعة، ولم يكن قادراً حتى على الوقوف على ركبتيه. ثم أمر حداد الملك بعمل سلسلة قوية لربط جاليفر بها، وعلمه حكماء المملكة التحدث بلغتهم، مما ساعد جاليفر على التعايش معهم. عندما كان يتصرف، سرعان ما كون جاليفر الكثير من الأصدقاء بين رجال الصغار. ومع ذلك، فقد فاتتها منزلها. ذات يوم رأت قارباً يطفو على البحر، وسبحت إليه، وربطته بإحكام وسحبته إلى الشاطئ. سمح الملك لجاليفر بإصلاحه ومغادرة ليليبوت، كما كان يطلق على بلد ذلك الرجل الصغير. علاوة على ذلك، قدم له العديد من أصدقائه الصغار، بكل سرور، يد المساعدة في العثور على المواد وإصلاح القارب. عندما كان مستعداً للمغادرة، أحضر رجال الصغار طعاماً ومياه جاليفر للرحلة، بالإضافة إلى بعض الذهب والأحجار الكريمة لأخذها إلى بلاده.